تبقى الإشارة إلى نقطة بسيطة جدا، وهو أن هذه الأطروحة أن زيارة قبرها موجب للحصول على الجنة بدون حساب، للزيارة القريبة، للزيارة عن قرب بأن تجلس إلى جنب قبرها وتزور، لا للزيارة عن بعد، لأن أي واحد من عندنا وفي أي جيل من الأجيال يستطيع أن يزور عن بعد اعتيادي، ولكن زيارة عن بعد لا تتضمن هذه النتيجة وهو دخول الجنة بغير حساب